هنتكلم النهارده ان شاء الله عن تجربه الكونسرفيشن اوف انرجي اللي هو بقاء الطاقه، اللي بيقول ان طاقه الحركه زائد طاقه الوضع في اللحظه الاولى بيساوي طاقه الحركه زائد طاقه الوضع في اللحظه الثانيه. طبعا طاقه الحركه بتساوي القانون بتاعها نص الام في البي واحد تربيع، دي طاقه الحركه الابتدائيه. طاقة الوضع بتساوي ام جي في الاتش، الاتش ده اللي هو الارتفاع عن مستوى الريفرنس اللي هو الارض اللي احنا بناخدها في المسألة. زي ما احنا شايفين التجربة هتتكون من سطح مائل بزاوية سيتا، وفي جسم في المكان دوت. الجسم دوت هيبدأ الحركة فروم ريست، يعني سرعته الابتدائية بتساوي صفر، وبالتالي طاقة الحركة الابتدائية بتاعته هتساوي صفر. يبدأ الجسم يتحرك في الاتجاه الأسفل، دي لحظة النهاية مثلا إن أنا هحددها باستخدام الجهاز ده. ده لحظة النهاية، لحظة مروره في الضوء. وبالتالي لو أنا تمكنت من إيجاد V2 وتمكنت من إيجاد H1 وقدرت أجيب H2 أقدر أعوض في القانون دوت وأثبت قانون بقاء الطاقة بتاعه. ده كمان الاتش واحد دي بنقيسها بالمسطرة، الاتش اتنين ده بنقيسها بالمسطرة، السرعة الابتدائية بصفر خلاص ما عندناش فيها مشكلة، السرعة النهائية عشان لكي يتم حساب السرعة النهائية بنسقول القانون بتاع السرعة النهائية الفي فاينل بيساوي بي سمول على الدلتا تي. مين بي سمول؟ ده بيسموه عرض القاطع. عرض القاطع، لو انا تخيلت مثلا ان ده الجسم بتاعي، ده الجسم بتاعي بالشكل ده، يبقى ده القاطع اللي هيقطع الضوء، فالقطر بتاع الدايره ده هو بيسموه البارير ديستانس او بيسموه العرض بتاع القاطع، يبقى هي المسافه دي، هو ده البي سمول. الدلتا تي ده بنقيسه من خلال الخليه الضوئيه، الخليه الضوئيه ومن خلال جهاز الكمبيوتر، الخليه الضوئيه ومن خلال جهاز الكمبيوتر ده اللي بيقيسه الدلتا تي. دلتا تي مع البي اقدر اطلع الفي النهائي. التجربة بتتم كالآتي، ده جسم بيتحط طبعا على المستوى المائل بالشكل ده كده. أنا اللي بحدد نقطة البداية بمزاجي، بحط نقطة البداية في أي مكان، هنا 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 براحتي مفيش مشاكل. وليكن مثلا حطيتها في المكان ده. ومن خلال المسطره ببدا اقيس الارتفاع بتاعها من سطح الارض، ده الريفرنس بتاعي، ده سطح الارض اللي بيقيس منه الارتفاع الجسم في اللحظه دي. دي اللحظه الاولى، دي كده بالنسبه لي هتبقى اللحظه رقم 2. ده انا اطلع H2 ارتفاع الجسم في اللحظه الثانيه على سطح الارض. اما بالنسبه للبرنامج، ان انا بقيس بيه الزرار ده، بنضغط عليه ستوب كوليكت، الزرار ده بنضغط عليه ستوب كوليكت، وبعدين بنعمل كوليكت وريز اند كونتينيو عشان نمسح كل الداتا القديمه وناخد داتا جديده. فبنعمل ريز بعد كده يس، ونصبر على الجهاز شويه لغايه ما يمسح الداتا القديمه ويبدا نقيس مره ثانيه. بالمنظر ده بدا يقيس فعلا، كل ما بقطع بيقدر يقيس. طبعا باخد الزمن من هنا ازاي؟ كل ما بقطع الضوء بيديني راية معينة، بشوف أول قيمة كام على